للمتابعة. ومن روما ينضم إلينا مراسل غد محمد الغزو. إذا محمد، آخر التطورات في قضية مقتل السفير الإيطالي من ردود فعل على المستوى الداخلي وأيضا الدولي؟ نعم كوثر، بالنسبة إلى ردود الفعل الداخلية، أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بيانا وصف به الهجوم بالجبان، وقال ماتاريلا بأن الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم، منددا بالعمل العنيف ضد موكبهم الذي استهدفت على الحدود مع رواندا. هذا من جانب. من جانب آخر، أيضا استنكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو هذا الفعل، وصرح بأنه أن ملابسات هذا الهجوم الوحشي لم تعرف بعد ولن ندخر جهدا في تسليط الضوء على ما حدث. بناء على هذه الردود الداخلية، هناك أيضا ردود فعل دولية جاءت من قبل وزير الخارجية الأمريكي الذي سارع بالاتصال مع نظيره الإيطالي واستنكر ما وقع للسفير الإيطالي على الحدود مع رواندا، وأيضا هناك بعض الاستنكار من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية فضلا عن بعض وزراء الخارجية الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لويجي دي مايو اجتماعا في بروكسل، لكنه قطع هذه الزيارة وعاد إلى روما من أجل الوقوف على حيثيات هذا الحادث الذي صدم المجتمع الإيطالي وأيضا الدولة الإيطالية. هناك المفوض العام الإيطالي قام بإجراء بفتح تحقيق حول ملابسة هذه القضية وإرسال قوة من فريق من المحققين تابعة لجهاز الكربانيري، وهو جهاز يعرف بأنه جهاز درق من أقوى الأجهزة الأمنية الداخلية في إيطاليا، حيث سوف يتوجه في تمام الساعة 11 من هذا اليوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوف يتعاون السلطات في جمهورية الكونغو مع هذا الفريق دون قيد أو شرط، وسوف يتم تقديم تقرير بعد 3 أيام أو 4 أيام إلى السلطات هنا في إيطاليا ولوزارة الخارجية الإيطالية، أيضا الوقوف على ما هي الخطوات القادمة التي سوف يتم ترتيبها مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أصدر الرئيس الجمهورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا بيانا استنكر فيه ما حدث وتوعد بمحاسبة القتلة والوقوف على الذين نفذوا هذه الجريمة. إذا هناك تحركات دبلوماسية وأمنية داخل العاصمة الإيطالية روما من أجل الوقوف على حيثيات مقتل سفيرها في كينشاسا، وأيضا هناك بعض الاتصالات التي تجريها مع بعض الجهات الإفريقية مثل الحكومة في رواندا وأيضا بعض دول إفريقية لتحديد من هي الجهة الفاعلة التي قامت بهذا الفعل، ومن ثم العمل على خطوات عملية من أجل محاسبة هذه المجموعة المسلحة التي قامت بهذا الفعل الذي وصفه أيضا لويجي دي مايو بالإرهابي والجبان. محمد الغزو مراسل غد كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك.